في بوابة أخبار اليوم. حضرتك الوقفة النهاردة اللي انتوا كنتوا واقفينها بشأن قانون التظاهر، نحب نعرف ايه الحركة 6 إبريل الديمقراطية، ايه اللي هي عايزة تقوله أو ايه اللي عايزة توصله لرئيس الجمهورية؟ النهاردة كنا جمعنا هنا في ميدان عبد المنعم رياض في أولى فعاليات حملة لن تعودوا، كانت بتزامن مع محاكمة مبارك النهاردة، واتجهنا إلى مقر الحزب الوطني وأعلنا هناك عنا رفضنا لمشروع قانون التظاهر اللي موجود دلوقتي. وتم عمل دمية أو وشوش لحسني مبارك ومحمد مرسي وطنطاوي، تم إعدام الثلاثة على بوابة الحزب الوطني من مقر الحزب الوطني الديمقراطي، تم رمي أكياس من الدم عليهم كدليل إن هم إيديهم ملطخة بدماء المصريين اللي استشهدوا من بداية الثورة حتى الآن. الهدف اللي احنا عايزين نقوله، عايزين نقول لنظام مبارك وفلولو لن تعودوا موجودين والثوره مستمره، بنقول لطنطاوي اللي اساء للقوات المسلحه واضطر الناس اللي هي تشك في القوات المسلحه، وعايزين نوجه رساله للقياده اللي موجوده دلوقتي للقوات المسلحه، يا ريت تفضل مؤديه دورها الطبيعي والدستوري والشرعي زي ما هو متعارف عليه، وهو حمايه الشعب وعدم الاتجاه الى الحكم السياسي او الدخول في الشؤون السياسيه، اللي ده بالتجربه اثبت فشله واثبت انه بيعمل بيسيء للقوات المسلحه اكتر ما بيضر الشعب كمان معاه. استاذ حمدي، ايه حضرتك ردك ايه على حملات اللي هي طالعه على 6 ابريل ان هم بياخدوا تمويل من الخارج وبتمولوا؟ حضرتك انت شايف ايه ردك على ده؟ هقول لك على حاجه، احنا واخدين على كده من 2008. صحيح. تعال نحلل الموضوع ببساطه جدا. بدانا من 2008 لغايه 2011، نظام حسني مبارك بيشوه 6 ابريل، بيقول عليهم مرتزقه، بيقول عليهم عملاء خونه واوا، يسقط حسني مبارك ويكتشف الناس فساده ويكتشف ان هو اللي كان خاين وعميل بتبقى 6 ابريل ويتجلى بعد كده الشكر والى اخره. خش في المرحله اللي بعد كده، يجي طنطاوي يطلع بيان رسمي من القوات المسلحه برضه بادانه وتشويه وتخوين 6 ابريل. بعد كده نكتشف كلنا مين اللي سلمنا للاخوان ومين اللي عمل المصيبه اللي احنا فيها لغايه دلوقتي، 6/19 مارس اللي مبهدلانا لغايه دلوقتي، مين اللي قتل الناس في مسبيرو، مين مذبحه شهداء الالتراس في بورسعيد ومحمد محمود والى اخره. كل ده كان سببه مجلس طنطاوي، بيسقط مجلس طنطاوي وبنقدر نجبره على تسليم السلطه لحكومه مدنيه منتخبه بشهر 6 ابريل. وبعد كده تطلع 6 ابريل كلامها صح، ونتابع بعد كده للمرحله الثالثه الاخوان برضه نفس النظام، بيشوه في 6 ابريل، بيكفر في 6 ابريل، بيشوه فينا، بيسقطوا وبيبان 6 ابريل في الاخر. ده بيأثر على اراء المواطنين وتوجهاتهم يعني من خلال تعامله معاكم. يعني بيتم مشاحنات ما بينكم وما بين بعض. واحنا بنحاول نبعد عن ده تماما، بنحاول ننزل نشرح وجهه نظرنا اكتر. الاعلام مش مساعدنا، الاعلام في حمله ضدنا احنا مش عارفينها ليه. ايا كان، احنا في الاول وفي الاخر احنا بنشتغل للبلد دي ولشعب البلد دي. ممكن الشعب فعلا حاسس ان هو احنا وحشين، نحاول نشرح له الكلام ده، نحاول نوضحه له. زي ما انا بقول لك، ثلاث انظمه اللي فاتت، مبارك، طنطاوي، اخوان، شوهوا في 6 ابريل، و6 ابريل هي وقفت قصاد الثلاثه، وهي اللي توقع الثلاثه. سواء كان تشويههم فينا، احنا ما عندناش اي مشكله في دوت، لان بعد كده بيبان اللي احنا صح، وبالتجربه بيثبت اللي احنا صح برضه. استاذ حمدي قشطه، عضو المكتب التنفيذي لحركه 6 ابريل الديمقراطيه، بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا.